بعد الإفراج عنها منذ يومين، أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية اليوم السبت قرار بتجديد حبس حنين حسام 15 يوما مرة أخرى على ذمة التحقيقات، ويأتي ذلك بعدما استأنفت النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها يوم الخميس الماضي بكفالة 50,000 جنيها، واليوم قبلت المحكمة الاستئناف وتم تجديد حبسها، وذلك بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ أسرية بالمجتمع المصري وقيامها بإنشاء حسابات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل عملية ارتكاب الجريمة. وكانت اهتزت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بسبب الطالبة حنين حسام التي أثارت الدهشة بين مستخدمي تطبيق التيك توك، وراح عدد كبير من مستخدمي الفيسبوك والتويتر يطالبون بالتحقيق معها والقبض عليها، وذلك بسبب دعوتها لممارسة الفجور من خلال فيديو عبر تطبيق التيك توك. وكانت الطالبة حنين حسام قد ظهرت بالفيديو عبر هذا التطبيق لتطالب الفتيات الذين يريدون الحصول على الأموال بعرض صداقات مع الشباب براتب يصل إلى 3,000 دولار، وأمرت النيابة العامة المصرية بحجز حنين حسام طالبة كلية الآثار بجامعة القاهرة بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات ومضوبطة بحوزتها ومشاهدة مقاطع مصورة مزعة لها وسؤال الضابط القائم بضبطها مجرى التحريات. وبعد أن تم القبض عليها منذ أسابيع بالفعل، اليوم يتم الإفراج عنها بكفالة مالية قدرت ب50,000 جنيها. وللذكر فإن حنين حسام مواليد محافظة الجيزة، وولدت في 5 من شهر ديسمبر من عام 2000، وتدرس بكلية الآثار جامعة القاهرة، ودخلت عالم الفيديوهات قبل 4 سنوات وحققت منه أرباحا طائلة، وقامت باستغلال شهرتها على تطبيق التيك توك لدخول عالم الموضة، وأطلقت على نفسها هرم مصر الرابع. بعد إذن الناس اللي بتعمل شير، وبعد إذن الناس اللي بتطلع تعمل حلقات وبتطلع تعمل ستوريهات قبل ما تعملوا حاجة، تحرر الدقة. في ناس بتتدمر من ورا اللي انتوا بتعملوه، في إشاعات انتوا بتطلعوها مغردة بتدمروا سمعة البني آدم بدون سبب. أنا مطلعتش قلت كلمة وحشة خارجة في الفيديو عشان تتمسك، أنا أول مرة في حياتي عايز في فيديو. انا عمري في حياتي ما قلت كلمة غلط، ولا انا عمري في حياتي حبيت الحال المايل ده. انا قايلة انا عايزة احترام، انا عايزة ادب، انا عايزة اخلاق، انا عايزة زفت، قايلة كل ده. انا حتى ما طلبتش بنات مش محجبة، قلت محجبة تكون محترمة. انا اهم حاجة عندي 20 بنت محترمين، مش 20 بنت مش لابسين. ده كان مضمون كلامي بالظبط، خد شال كلام المحترم وخد الكلمة اللي بقول فيها يا جماعة المرتبات من كذا كذا. هو في حد بيشتغل بدون مقابل؟ مين بيشتغل بدون مقابل؟ بالعكس، وبتاخدوا المرتبات العالية دي ليه؟ طب هو الفنان بياخد المرتبات العالية دي ليه؟ انت بتقوم لهم بأبليكيشن، انت بتنهض لهم بأبليكيشن، أبليكيشن بيدخل إيرادات بسبب شخص لازم يتجزى كويس، وإلا هيروح لأبليكيشن تاني. القصة إن أنا مروجتش لأي أبليكيشن من الأبليكيشنات سيئة السمعة عمري في حياتي، ده أنا بمتنع عن الأبليكيشنات اللي سيئة السمعة ان اشتغل فيها او ان ادخل حد فيها. وكانت ليا معارك كتيره مع ابلكيشنات سمعتها وحش. ازاي مش حنين حسام بس، اي حد بيشتغل في التيك توك كلام ده ليك، لانه هو لما المذيع ده ذكر اسم التيك توك ما ذكرش اسم لايك. اي حد بيشتغل في التيك توك وسمع الفيديو ده وما ردش وما فهمش الناس يعني ايه تيك توك، يعني ايه لايف على تيك توك، يعني ايه لايف على اللاين لايف، ويعني ايه لايف على لايكي، يبقى هو ساكت عن الحق، ويبقى هو بيعمل الحاجات اللي هم بيقولوا عليها دي. الحاجات الوحشه بتتعمل في السر، بتتعملش في العلن. انا لو بعمل حاجه زي دي عمري في حياتي ما هطلع اقول في ستوري بيشوفها 200,000 بدليل ان هي وصلت للاعلام. شكرا لكم على حسن المتابعه، ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناه، والى اللقاء مع فيديو اخر وخبر جديد، والسلام عليكم.